مشاهدينا أهلا بكم في أهم وأبرز الأخبار الرياضية محليا وعالميا. فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب عزام في تنزانيا، وده كان في ذهاب دور الـ 32 للبطولة الكونفدرالية. فريق نادي بيراميدز اختتم تدريباته في كيغالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي، وكمان أظهروا حماس كبير للمشاركة في المباراة. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجيش الرواندي النهاردة الساعة 4 عصرا في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً توج بلقب بطولة قطر الدولية للسكواش واللي أقيمت بدوحة في الفترة من 6 حتى 16 من شهر سبتمبر الجاري، وده بعد ما فاز على البروفي دياغو إلياس بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة. كمان منتخب مصر للسباحة بالزعانف حقق الميدالية الذهبية لسباق 2 كيلو متر تتابع مختلط سباحة مونو في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. ومنتخب مصر توج كمان بذهبية منافسات الفرق للناشئات في بطولة العالم للناشئين الخماسي الحديث تحت 21 عام والمقامة خلال الفترة من يوم 11 حتى يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري بليتوانيا. جميلة علي لاعبة منتخب مصر للغوص والإنقاذ حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو للسباحة، وده كان في دوري ألعاب البحر المتوسط للكرة المتوسطة الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون. مروان العمراوي لاعب منتخب مصر للغوص والإنقاذ حصد الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كيلو متر للسباحة بالزعنف المزدوجة، كمان حقق أحمد رضوان الميدالية الفضية لنفس السباق في دوري ألعاب البحر المتوسطة الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. وأتلتيكو مدريد تلقى هزيمة كبيرة أمام مضيفي فالنسيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024. وتوتنهام حقق فوز مهم على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وده كان في اللقاء اللي جمعهم على ملعب توتنهام هوتسباير ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفريق مانشستر يونايتد خسر أمام برايتون بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024. وفريق مانشستر سيتي حقق فوز كبير على ويست هام بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب لندن، وده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفريق ليفربول الإنجليزي فاز على مضيفي وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب مولينيو، وده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024. أما بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فتوج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الريدز ومضيفي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفريق بروسيا دورتموند حقق الفوز على فرايبورغ بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين، وده كان على ملعب شوارزوالد ستاديون ضمن منافسات الجولة الرابعة في البوندسليغا. وفريق يوفنتوس الإيطالي فاز على لاتسيو بنتيجة 3-1 امبارح في المباراة اللي أقيمت على ملعب إليانز أرينا في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024. وفريق انتر ميلان حقق فوز كبير على نظير ميلان بنتيجة 5-1 في الديربي اللي جمع الفريقين على ملعب نادي الانتر في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي. قصه نشاطنا الرياضيه ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ميرنا.